هون ضيفا بطولة العالم في مصر. نحكي على منتخبنا في زوز مقابلات لانينو، خاصة مقابلة البارح اللي فرطنا في فوز ثمين ضد منتخب البرازيل. معنا الحارس الدولي السابق كذلك المدرب الحالي الشادي الجالسي. شادي نعاود نرحب بك من جديد. مرحبا سلام، ونفرحوا كي راهو نحكيو على الهوند. لازم عاد كما نحكيو شتوا وقتاش لازم الحقيقة هاضمين حقها عام كامل زدت ما نحكيوش عاد عيب. اش قال مهدي عبيد؟ لا ولا مراكش هاضم حق الهوند، بالعكس انت حتى في استضافتك ديما نهار السبت نستناو منك الهوند من القلائل اللي تلاو بالهوند. ايضا معنا الفاضل بن سليمه مدرب ساهم منزل الحر. نعاود نرحب بكم من جديد الناس الكل. باهي قبل ما نجيك سي الفاضل نحكيو وين قصيت عليك قبيلك، مهدي قلت عندك تعليق. لا فقط ملاحظه صغيره في وسط المشهد المظلم هذا اللي صار البارح مع اخونا مصباح. نحب نقول حاجه، اولا مباراه اسبانيا مازالت معناها مازلنا اون بلان كومبيتيسيون، مازلت ما فاتش اللعبه، الهجمه هذيك الكل تنجم تخرج اللعبه. اصلا ماهيش اسبانيا اللي نفهموا الخاخ. احنا تو بالعكس احنا تو بلاش ضغط معناها وتنجم تربح اسبانيا. اما شنو هي الحاجه اللي قاعد في بالي؟ كالسوليداريتي الكبيره مع مصباح الملعبيه كيفاش وكانوا خسرنا مهدي مع اللاعبيه حتى اللي ماهمش كونفوكي كيما البوغاني وشويه واللي هما في بين ظفرين معناها تخش عليهم ولاده حتى في الخبره وفي التجربه، ولاد صغار شادي مصباح معناها معاهم ورينا شكون الزايد والولاد معناتها حتى الولاد الصغار في المنتخب التونسي وجبالي وكذا معناتها شيء باش الخير التفاف. شو هذه الروح نتاع منتخب الهوند سي شادي وانت تعرف اللي ممكن كان ينقص المنتخب واللي عمله سامي سعيدي انه نظف الفيستير معناها الحقيقة معناتها هذه حاجة نعرفوها وحتى صارت بعض الأمور قبل الشامبيون دي موند فالملعبية اللي تورطوا شوية في المشكلة هذيك خرجوا. الحاجة اللي ممكن ناقصة شوية المنتخب أنه كأنه سلام معنا منتخب حشام سور تيرا نقول ناقص خبرة مش حشام وين ناقص خبرة بالمنطق نتاع كل روح وكل حرارة الروح. واحد مثلا قبل كنا نذكروا عصام تاج حتى تلقى تصور انت مباراه بولونيا الشادلي بدات بولونيا ترجع كي منتخب رايف عاقل هكا الروح هذيك نتاع الملاعب اللي بدا يدز ويعيط قنا في التلفزه نتفرج ويا الاولاد قصوها تو كذا كل الحراره هذيك كومبيرامون هذاك جيب الوقت جيب الوقت ناقص شويه يعطيك الصحه هذاك المنتخب ناقصه شويه شخصيه. اما برافو لك السوليداريتي الحلوه مع مصباح اللي ربحنا روحهم. باهي سي فاضل قلت لي قبيلك قبل ما نقصوا في الاخبار مسبب التعادل لمصباح شنو مسبب التعادل؟ اللقطة نتاع مصباح صار هي اللقطة نتاع أي لاعب ينجم يعملها حتى اللي عملها قبل في اللي يضيع كورة ولا اللي عمل باساج اون فورس ولا اللي عمل أي خطأ فني. أنا نجي نشوف لي باساج عبيد اللي عداها المنتخب التونسي في سورتو في الدوزيام ايتون 8 دقائق ما بين 32 دقيقة ولا 40 دقيقة 8 دقائق يكون السكور 21-16 يولي 21-21 معناها من خمسة نقاط رابح ما تخليش كما يلزم ايتون فين دونك هذيك عندي انا خاطر هو اللي يقلب الماتش خاطر احنا وكان قعدنا نجاريو في السكور هذاك في 4-5 6 بوان في الاخر راهي ما تنجمش ترجع عليك. اما رجوعها بكري قبل 20 دقيقه من اليوفا الماتش تماركي لك 6 بونت وانت تماركي ما انت ما تماركي حتى بونتو في 8 دقائق هذاك عندي انا ديتورنمون تاع المقابله. على ذكر كلامك باش نعطي معنا نفس الشيء صار مباراة البرازيل مع اسبانيا ما كانش اسبانيا فاز على البرازيل 6 بونت و23 17 ورجع الفريق البرازيلي صحيح معناها صار نفس الشيء صار على اسبانيا. سمعنا رئيس الشادلي بخصوص المقابله، سمعنا رئيس الفاضل وكيف كيف مهدي عبيد، اسمعوا الاقرب من الكل المنتخب سامي السعيدي شنو قال بعد المقابله. مباراة سامي عملت في بطولة العالم اللي حابين نشوفوا مع سامي مش الحظ في المباراة الأولى اللي نزلنا ضد بولندا عملية كنا مباراة بطولية نفس الشيء اليوم عملناها كنا فايزين زاد دقيقة ثلاث هدفين وفي الآخر عدد منتخب البرازيل لكن هذا اللي أرى أن فيها ربح وخسارة اليوم الحظ كان مع المنتخب البرازيلي أكثر من المنتخب التونسي لكن الحاجة اللي بالحق أنا فرحان بها هو مردود اللاعبين الشبعين اللي عندنا اللي قاموا بمردود بطولي اليوم رغم سبب سن رغم لانه عندنا 11 لاعب من 20 لاعب اول تجربه لهم في بطوله العالم. تجربه لهم جديده اكيد انه باش تكون لهم خبره بالمباريات هذه لانه اول تجربه لهم اغلبيتهم منهم اللاعب ليندر مودي اللي هو في الفريق وفي احسن لاعب اليوم لكن ان شاء الله المشروع اللي بدينا فيه اللي هو باش نكون المنتخب ان شاء الله في الاربع سنوات ان شاء الله يشد على الاسس الصحيحه.
كان هذا تصريح سامي السعيدي في الندوة الصحفية بعد المقابلة. كان من هنا زميلنا ملحق الإعلامي للجامعة وليد العويسي. سي شادلي حكى سامي السعيدي على قلة الخبرة متاع بعض الملاعبية وحكى على الحظ. والله كما قلت لك سامي ما نعبش نحطوا الأمور في إطارها، حتى من قبل ما نمشيو نحن البطولة العالم كانت الأمور واضحة، ما كناش نستناو حاجة كبيرة وحقق الحق، وزيد المشاكل اللي صارت نتاع اللاعبين ما التحقوش، وزيد نقص التحضيرات، وزيد تغيير الفريق، معناها كي تلمهم هذو الكل مع بعضهم ما نستناوش حاجة كبيرة من المنتخب. والحظ نحكي ديما لو فيكو، معناها كي تصير عليك عدة لقطات تعرف كيفاش تتلافاها. انا نقول راهو جينا في المجموعه، بتات ما قالش عليها سامي، جينا في مجموعه دور الوحيده، ما تشوف لي ستاتستيك نتاع المجموعه الثانيه نيفو قريب بعض بصفه 99%. هذا اللي هذا شيء لازم نقولوه، قرعه ما انصفتناش معنا بارابور للمجموعات الاخرين. المجموعات الاخرين كل مجموعه تلقى على الاقل فريق ضعيف في المتنافس، معناها الكاب فير، الكونغو، انغولا، شيلي، لوراغواي، نحن الاربعه فرق. وظهر هذا ظهر نشوف حتى باللي ستاتستيك ماتشوات الكل قريب لبعض، ماتشوتين الكل، معناها الفريق البولوني معناها حتى نسبة النجاح 65%، تونس 68%، 57% اسبانيا، معناها الكل تلعب، معناها المجموعة في الاستاتستيك الوحيدة تلقى شكون عنده معناها ما بين الأهداف المقبولة والمدفوعة بلوس 1 موان 2 كيف كيف في المجموعات الأخرية تلقى موان 20 موان 30 بلوس 15، معناها المجموعة قريبة ياسر لبعض. أنا بتاتر كان بدينا نحكي بصفه عامه، كان بدينا بالمباراه اسبانيا، معناها الفريق نتاعنا خاطر قاعد يتقدم، المباراه الاولانيه الثانيه خير من الاولى، ونتمنى الشهر الثالثه خير من الثانيه وخير من الاولى. وتصلحت الاخطاء على المباراه الاولى، معناها تصلحت، فما اخطاء اللي تصلحت كما قلت انت، خاصه هجوميا وقت تلقى بن عبد الله يلعب رزيق، معناها في الاجنحه المباراه الاولى سجلنا هدف، المباراه الثانيه مسجلين خمسة اهداف، معناها هذا معناها هذا صارت التوم يتحرك شويه، التوم يتحرك شويه. وتو نحكيو على لاعب اللي هو ذاك مفاجئ، ما كنتش مفاجئ تو نحكيو عليه، باش نسمعوا باش نحكيو عليه بعد شويه. باش نحكيو ايضا الجانب البدني مهم جدا في البطولات كما هذه، نسمعوا شنو حكي عليه سامي سعيد وبعد باش نجيك سيلفاف. فريق هذا فريق شاب، معناها زي كيكاون من ثلاث اشهر اليوم عندنا نقائص في الفريق اللي هي ركائز معنا موجودة في السابق خارج من الفريق، وفما لاعبين ما قدروش يتحولوا معنا، معناها فما نقص الخبرة موجود في الفريق وشفناه، معناها كما قلت في السابق معناها اليوم تلعب 11 لاعب شاب عمرهم ما بين 19 سنة و 24 سنة، معناها معدل الأعمار اليوم تاع 22 سنة في الفريق. الحاجة المهمة هو أن الفريق ما سلمش، حتى أنه خذا فارق، رجع لنا المنتخب البرازيلي، عاود خذا علينا هو الفارق، لكن رجعنا في المباراة وعاودنا صرنا فايزين، معناها الفريق هدفين في اخر المباراه. هذه الروح الانتصاريه بحد الحقيقه اللي فرحان بها على مستوى الفريق، انه حتى كي نكون مهزومين ما نسلموش، شفنا هذا زاد في منتخب بولندا في المباراه الاولى كنا فايزين، رجع المنتخب البولندي خدا الفارق ورجعنا من بعد اربع فرق كنا منهزمين، رجعنا الفارق هدف وكانت الكره عامه، ما عرفناش ممكن كيفاش نخرجوا بالفوز ولا بالتعادل في المباراه هذه. في نفس الوقت ممكن رتم المباريات زاد تعرف المنتخب الوطني التونسي عندنا مده معناها الدوري مش شغال، الفريق هذا اغلبيته معناها 80% ولا حتى 90% لاعبين محليين، تعرف ان المنتخب البرازيلي اليوم يضم اهم العناصر تلعب في فريق في الدوري الاسباني، فما اللي يلعب في الاسبان، فما اللي يلعب في فريق برشلونه، معناها لاعبين خارجين من الدوري الاوروبي وخارجين من فاينل فور بنفس الوقت، معناها الريتم تاع المباريات عند المنتخب البرازيلي كان خير ممكن وتحضيرهم البطولة هذه خدمنا، هذا ممكن كان عائق. وشفنا زاد الحقيقة على مستوى البدني الفريق التونسي في فترات معناها ينزل، كنا نقوم بالتغييرات اللازمة كل مرة. اليوم على الحقيقة لعبنا مباراة خير من المنتخب البرازيلي إجمالا، لكن لا ما نحاولش نحافظ كنا نخرج على الأقل بهدف فارق في آخر المباراة. دونك سي الفاضل الجانب البدني ظهر لي حتى قبيلك حكيت انا سي شادلي شويه في الاوف، قال لي سي شادلي لو كان خلينا الملاعبين يلعبوا في الشامبيونا يكون افضل، شنو رايك؟ صحيح هو راهو انت تحضر والملاعبين من بعد ما تمشيش للكومبيتيسيون، المونك دو كومبيتيسيون، حتى كتاب الجوارات حاضرين نتاعك في اكثر من 100% ما ينجمش راه يوظف من بعد التحضير هذاك نتاعو، خاطر المقابله كل مقابله المقابلات عندهم الحقيقه والتمارين عندهم الحقيقه نتاعهم. من الناحيه البدنيه بالنسبه لي انا المنتخب راهو حاضر، على خاطر
لا جيستيون تاع لو جروب كان المونديال بقى تعبنا بدنا شوي كان لا جيستيون تاع لو جروب فهمني في الماتش هذا لعبنا 13 جوار 13 لاعب هو اللي هبطوا لعبوا التعب لشكون صار هاد نشوفوا لشكون صار هادي التعب في الماتش الاولاني باش تلقى الجهاد جبر الله صاروا برشا تعب خاطر يلعب في ديفونس اتاك صح صار المصباح الصاني يلعب في ديفونس اتاك الاخرين خذا وقت من الراحه وكما حكينا قبيله قلت لك على المستوى العالمي ما فماش لاعب تو قاعد يلعب في اكثر من 45 دقيقه معناها كي نشوفوا احنا ناخذ مثال حتى بي اس جي اللي هي معناها من اقوى الفرق فهمني العالميه كي تتفرج في ماتشات تلقاهم كل جوار يرتاح فيها 5 دقائق 10 دقائق اما من الناحيه البدنيه انا شخصيا نشوف اللي كونه العمل راهو مش كان في السينيور راهو انت باش تحضر لاعب في السينيور في مستوى عالمي راك لازمك تبدا تبني فيه من اللي هو في الكادي راك ما تنجمش تجي تعمل بنيه نتاع سامحني تحب كيما نقولوا بتطلع بنيه على عملها العرس نتاع زوج تيقان وتحب من بعد تطلع لها 10 تيقان هذا ايش صاير احنا هات الشاب الكادي والجينيور يلزم برشا خدمه فيزيك يلزم الجماعه الملاعبيه تبدا حاضره لو نيفو سو لو بلان فيزيك باش ينجموا يخدموا ما تجيش انت من بعد الطالب بمستوى عالمي وانت ماكش عامل التحضير على المستوى العالمي خاطر الاعداد لازم يكون على المستوى العالمي باش تخلط للمستوى العالمي اما بالنسبه لنا احنا فهمني حاجه اخرى اللي هي قالت او في نفس السياق كلام سامي الاخرين كانوا يلعبوا في بطولاتهم فاينل فور فاينل فور فما لوبوزيسيون لوبوزيسيون المونديال يلعبوا ديجا لوبوزيسيون موجوده معناها كي اللاعب حاضر قلت لك التوظيف نتاع الاعداد البدني حطوا في الماتش وحضروا تحرم لاعبيتنا تشوف انت فما ديزاكسيون صاروا مثل ماتش بولونيا عندنا فما لاعب شاد كوره فهمني معناها كي نحسبها تلقى 30 كيلومتر في الساعه تمشي دونك لهنا اني بدنيا انا عندي انا اللاعبين حاضرين مي توظيفنا من بعد هو الاشكال اللي كيما قال الشادي ما فماش بطوله ما فماش فهمني الاحتكاك ما فماش المستوى اللي باش يخلطك تبدا حاضر لجورجي نتاع الكومبيتيشن نجم المنتخب في زوز المقابلات تقريبا اللاعب الوحيد اللي عدى ماتشات من افضل ما يكون واخذ افضل لقب افضل لاعب البارح محمد امين درمون اسمعوه شنو قال البارح بعد المقابله بعد رجع تعرف المنتخب البرازيلي معناها خدمهم برشا تحسن برشا تطور حتى احنا زاد ورينا وجه مشرف لتونس ان شاء الله ان شاء الله يعني في القادم مشوار يعني نوريو وجه مشرف اكثر من ورينا في العام هذايا جروب تلاسنا معناها كل صغار كنا معناها يد واحده كنا زاد ندير ان شاء الله الخساره هذه نتعلموا منها وان شاء الله شيء خير ان شاء الله وكل التربية جايين معناها مهدي اكتشاف محمد امين درمود اللي في البطوله هذه تونس برشا ما كانوش يتبعوا فيه لكن اللاعب هذا اللي يعرفهم اللي هو صغير يقولوا يتنبؤوا له كانوا مستقبل كبير شفناه شويه في بعض الفترات مع توني جيرونا في الكان لكن البطوله هذه شفنا لاعب اخر باش نجاوبك على درمود جوست حاجه تفاعلا مع سي فاضل فيما يخص الملاعبيه والاختيارات معناه والله نقطة استفهام انا معناتها انا سامي راهو من اكثر الناس المبهرين بالبروجي نتاعو حتى لدرجة اني اتهمت انه معناها نعاون فيه برشا معناها جهاد جاب الله كما قال معناها الكوتش معناتها مش لعب 60 دقيقة بالمستوى هذاك ما تنجمش ورينا حاطة في الفرق الكل تقريبا دو بيفو معناها يبدلوا على بعضهم خاصة كي نحكيو على دفاع وهجوم وزاد كل ملاعب كما قلت سلام قبيلة في الدفاع مش معناتها نجموا نستغلوا في الهجوم اكثر جهاد كيف انت معاك اسلام جبالي اللي هو تقريبا من احسن لي بيفو في البطوله معناها وسامي قبل كي دوبا شاد المنتخب وقت في تصريح واللي هو جا منزل تميم معناها هكا واحده بواحده صحيح لا معناتها ملاعبي ريناه السنه معناتها قدم مستويات ممتازه شنو بركه الاحداث كيفاش مشات فيما يخص البوست هذا نتاع بيفو غريبه شوي معناها ما كانش هو باش يمشي سلام جبالي في البدايه كان شويرف معناها كان فما جهاد جاب الله شويرف وغازي بن غالي من نجم الساحلي ثم كيف صارت المشكله نتاع 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 حسني وشويرف مشى جبالي معناتها لوجيكمون باش يكون غازي بن غالي في البنك نلقاه هو مدارج وجبالي في البنك معناها انت ما وصلت فضلته معناها على غازي بن غالي هو المفروض كان الثاني فتنجم تلعبوا شويه في اطار سياسه التشبيه بهذيا معناتها هكا بلاسي شاد لي لحظه بربي لحظه بركه ماهوش مالعادل انه فما راهو مش خاطر هو راهو يلعب في الحمامات والله لا
فما ملعبيه ما جبتش على الجزيرة يعني. اللي هو نقطة استفهام وسام معنا خذا دقيقتين ثلاثة اسكندر زيد كيف كيف. فما بعض الاختيارات اللي مفروض انها تتراجع شوية الحقيقة. سألتك على درمول عادلين بين الناس الكل. درمول باش تجاوب عليه بعد فلاش بوز مع ويدو بعد رجعي إكسبريس اف ام تعطيكم موعد نهار الخميس 21 جانفي في حلقة خاصة من إكسبريسو نقدموا لكم بصفة حصرية نتائج الدراسة الوطنية حول التشغيل وريادة الأعمال في عصر الكوفيد والواقع الجديد. الدراسة من إنجاز منظمة التعليم من أجل التوظيف EFE تونيزي والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات LIACE وبدعم